عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. أنا إيمنة لبامبونا انستغراموز كولينير، باش تشوفوني مرة في الجمعة على قناة نسمة، باش نقدم لكم دي روسيت سكري وسالي وإن شاء الله يعجبوكم. باه اليوم باش نبداو بالروسيت الأولانية اللي هي بروكلو محشي بالحمفروم. باه دونك حاجتنا للروسيت هذه بروكلو، نقصوها هكايا دي بوكي، معناها نحيو الكعبات هكايا. وحاجتنا بصل، طماطم مهروشه معناها، لحم مفروم، فلفل اكحل، ملح، طماطم، ثوم، بازيليك شايح وتابل. باه هذوما حاجتنا بهم للفخس نتاع الحم مفروم. نحنا باش ناخذوا لي بوكي نتاعنا هذوكم نتاع البروكلو، وباش نحضروا فخس بالحم مفروم باش نحطوها في وسط البروكلو نتاعنا. باه من بعد هذايا باش نحطوا البروكلو نتاعنا كيف يطيب في الفور، باش نحطوا فوقه صوص بيشاميل. دونك لصوص بيشاميل حاجتنا هذايا جولدينا، وحاجتنا فارينا ورده، وحاجتنا بالحليب ديليس. باه نبداو دونك ناخذوا البروكلو نتاعنا كيف ما قلت لكم هكايا، نقصوهم دي بوكي ونحطوا نص نتوه في الماء حتى لين يطرى شويه. باهي توا باش نحضروا الفخس نتاعنا نتاع الحم مفروم. دونك باش ناخذوا اللحم تاعنا هذا هكا، باش نحطوا معاه لي زانغريديون هذوما الكل، اللي هو البصل، الثوم، بالحاجه بالحاجه، طماطم معجونه، نجمو اللي يحبها حاره شويه نجم يزيد هريسه، نحطوا شويه ملح، فلفل اكحل، بازيليك شايح، التابل، والطماطم هذايا اللي كيف ما قلت لكم مهروشه هكا، معاهم عظمة، ومعاهم شوية زيت. احنا باش نستعملوا زيت نجمة. باه نخلطوا الفخس نتاعنا هذي نتاع الحم مفروم بالقدي بالقدي، يدخل فيها لفاح وكل، يدخل كل شيء مع بعضه هكايا. خلطوهم بالقدي بالقدي، كيما قلت لكم نحطوا البروكلو نتاعنا يتسمط في الماء باش يطرى. انا ديجا حضرته، دونك نوريكم كيفاش يولي هكا طري شويه، معناها هكا باش نجمو نحطوا في وسطو الحم مفروم. باه دونك خلطنا بالقدي نحنا الفخس، ندخلوا لفيحات الكل بالقدي بالقدي، ومن بعد كي باش نحطوا نحنا البروكلو نتاعنا نحطوا في وسطو الحم مفروم باش نحطوه في الفور، وكي نخليوه في الفور نحنا نحضروا صوص بيشاميل نتاعنا هكايا. سي بون نتعداو دونك ناخذوا البروكلو نتاعنا هكا باش نحطوه في بيريكس هكايا، ناخذوا كعبه البروكلو هكايا وفي النقب هذوكم نحاولوا نحطوا الحم مفروم هكايا كي الكعاب الصغار في وسطو هكا هكا، نعبيهم بالقدي نسكروا ما بينات الكعب هذم، ندخلوا الحم مفروم هكا. باه ومن بعد كما قلت لكم حطوه في بافي الومنيوم. انا هاكا حضرت انا كعبات اخرين، وتو باش نكمل هذايا
معاهم ونحطوهم في الفور. توا مادام البروكلو متاعنا يطيب في الفور، باش نحضروا صوص بيشاميل مع بعضنا. ناخذوا الكسرونه متاعنا، ناخذوا الفرينه، نحط الفرينة باش نزيد شوية، ونزيدوها المارغارين جولدينا، نحلو عليهم الغاز، نحلو عليهم الغاز هكا وندخلوهم في بعضهم بالقداء، ومن بعد نزيدوهم الحليب دونك حتى تذوب المارغارين بالقداء، نقعدوا نحركوها باش الفرينه ما تشدش في الكسرونه نتاعنا، البروكلو هذايا الغوسيت نتاعنا اللي يحب مثلا تظهر له ما تشبعوش ينجم يزيد معاها سلطه ولا بوري ولا اللي تحبوا نتوما، اما انا نتصور بالصوص بيشاميل والفخوماج وفخوماج ديليس باش نحطو. دونك كيف ما نشوفوا لهنا توا هكا كي تبداو تحركوا تلقاو الزبده كي تذوب تشد في بعضها هي والفرينه، وقتها نبداو بشويه بشويه نزيدوا في الحليب. دونك نصبوا الحليب ونخلطوا، هكا نخلطوا نحلوها بالقدا باش ما تجينيش مكعبره، فوالا خليوها هكا تتحل بالقدا الفرينه والزبده، ونزيدوا الحليب نتاعنا. هاو كتحلت بالقدا في الحليب، نقعدو نحركوها مليح ونحطولها شويه ملح وفلفل اكحل، وكي قريب تطيب نزيدو شويه نواد موسكات. راني باش نوريكم كيفاش. توا نحطو شويه فلفل اكحل، شوية ملح، ونواد موسكات، ناخذ الكعبة متاعنا ونعملوها هكا، ونرجعو نحركو باش ما تكعبرنيش. الصوص بيشاميل متاعنا حضرت، باش نزيدوها توا هذايا الفخوماج غابي غورمون نتاع ديليس، نحطو بالقدا فخوماج باش تجينا بنينة. دونك نحطو الفخوماج نتاعنا ونحركو، نخليوه يذوب في وسط صوص بيشاميل، هكا كريموز. نخليو الصوص بيشاميل نتاعنا سكرنا عليها الغاز، ونمدو البروكلو نتاعنا
من الفوق. نطفيه الفور، نخليه يبرد شوية خاطر سخون، ونحضره باش نحيوه من البابي الومنيوم من البروكلو نتاعنا، ونرجعوه في البلا هذا ونصبوا عليه صوص بيشاميل، نحطوا شويه فرماج من الفوق ونعاودوا نرجعوه في الفور حتى لين يذوب الفرماج. مادام بردوا شويه نحضروا البلاصه، نشوفوا اللحم نتاعنا لازم يكون طايب، دونك نحلوهم بالكعبه بالكعبه هكا، ورجعوه في البلا هو بيدو هكا، ريحتهم بنينه. وباش نحطوا عليهم صوص بيشاميل والفرماج غابي ديليس. فوالا كيما قلت لكم لازم راهو الكعبة البروكلو نعبيوها باللحم مفروم باش ما تجينيش فارغة معناها، ونفوحوه بالقدي بالقدي اللحم مفروم. نحطوهم هكا، توا نصب عليهم الصوص بيشاميل تاعنا اوكي، ونحطو فوقهم الفرماج غابي ديليس. فوالا غطيناهم بالقدي بالصوص بيشاميل، وتاو نحطو الفرماج ورجعوهم للفوق. فوالا هكا ورجعوا في الفور كما قلت لكم. سي بون جبن ذيب، توا نحطوا عليه شويه بازيليك هكا، نجمو نبداو ناكلو. كما قلت لكم تنجمو تزيدو معاه لاكومبانيومون اللي تحبو، سلاد ولا اللي تحبو عليه نتوما. فوالا الغسيت نتاعنا توا وفات، تنجمو بعد ما تاكلو البلا نتاعنا هذا هاو تنجمو تاخذو دانات شوكولا ولا نوازيت بنينه برشا. وكان تحبوا اللي فاتوا اللي فاتت الغسيت هذيا تنجمو تدخلوا على باج فيسبوك الكوجينه ولا باج فيسبوك نسمه. باي باي.